أنت بتكون ابني. ماما ساركان، في شي بقدر ساعدك فيه هلأ؟ تركيني بحالي. أنا بعرف تماماً إنه الشي اللي مريت فيه مانو بالأمر السهل، بس خليني وقف جنبك على الأقل. فهميني، مين قالك بدي حدا يضل معي؟ ها؟ وإذا ضليتي جنبي شو بستفيد؟ خبريني، رح تقدري تغيري حياتي اللي طلعت مجرد كذبة مثلاً؟ أنت قادرة تغيري الحقيقة إنه أمي كذبت علي كل هالسنين وهداك الرجال طلع أبي؟ لا، بس أنا على الأقل. تركيني، يلا روحي. رح تروح لأحضانة وتحكي لها كل شي صار معك، ما هيك؟ ما رح أسمح بهالشي يصير، ما رح أسمح بهالشي أبداً. وين ساركان؟ احكي. تعرفي إنه ساركان عم يخونني؟ ما لو قايلتي لي من قبل كان رح يصير عندي فضول إنه أعرف، بس أنا كشفته. وإنتي كمان خنتي زوجك وابنك طالع مثل حكايتك تماماً. ديري بالك تتخطي حدودك، ساركان جوا. ما برأيي ما عم تعذبي حالك وتشرحي لي أي شيء. يا عيب الشوم عليكم، أنا رح فرجيكي كيف بتستغبيني كل هالوقت أنت وابنك. رح تشوفي، والله رح تشوفي بعينك. ومتأكد إذا حكيتي أي كلمة ساركان رح يحط الحق عليك مباشرة، وطبعاً رح يحملك كامل المسؤولية عن قتل أختك. رح تدفع تمن يلي عملته، وخاصة أنك عملتني غبية طول هالفترة. كل العالم رح تعرف حقيقة علاقتك بالست ليلى. هذا الرجال ما عاد طاق يشوفني أبداً، زوجي عم يتهرب مني، هيك صايرة حالته. أنت نسيتي شكل العلاقة يلي بيننا. شكلك أنت نسيت مين أنا؟ كل هالحب اللي منحتك ياه وبالأخير بتحكيني بهالطريقة. ليكي ليلى، أنا ما وعدتك بشي أبداً، مزبوط كلامي؟ دكتورة ليلى؟ عم بسمعك، تفضلي كملي حديثك. ما بعرف ليش الأمور مشيت هيك بيني وبينه. أنا رح ورجيكم الوجه الحقيقي للدكتورة ليلى بعد ما انغشيتوا فيها، وبهدول الملفات رح تشوفوا صورتها مع زوجي يلي عم يخونني معه. بعرف إنه أنتم ما رح تصدقوا إنه هاي الدكتورة على علاقة مع رجال متزوج بيرتاد العيادة هو ومرته، تخيلوا. كيف بدي أعرف كلمة السر؟ لا أعرف شو فيها الملف. شو معقول يكون جواته؟ أهلا وسهلا سجيرين، بس كأنه حضرتك ما عندك موعد عنا اليوم.
إيه صح، معك حق، ما في موعد، بس أنا شايفة إنه برنامجك اليوم فاضي. عفواً. أيوة دكتورة ليلى، سيدي بيلت لغت موعدها. هي اللي لغت الموعد؟ هاد خامس موعد بيلتغى، بتحسي إنه كلهم متفقين يعملوا هيك؟ خامس موعد؟ إيه، وما عرفت شو السبب. تمام، طيب. حتى ما تتفاجئي من هلأ ورايح، خليني قلك شو السبب. زباينك مو حابين يشوفوكي بالمرة لأنه عرفوا إنك سراقة عم تسرقي لهم زواجهم للنسوان اللي عم يجوا لعندك على العيادة. انتي كيف تتجرأي تعملي هيك؟ بكل بساطة لأنك انتي وحدة بلا قلب وكتير حقيرة كمان. بس مين كان متصور إنه يطلع منك هيك شي بعد ما لجأنا لك وطلبنا مساعدتك؟ شو مفكرة حالك عم تبتزيني بهالصور؟ لا، أنا عم هددك فيهم، وإذا تاني مرة بتخدعيني رح خليك تشوفي العجب. شوفي هالصور، شوفي، شفتي هاد الإيميل؟ شوفي، لك شوفي. هذا الإيميل بعته لكل المرضى. أنت بتستاهلي كل شي عم يصير فيكي هلأ، وشهرتك هي بس شهرة على الفاضي. هي نتيجة أفعالك الوسخة معي. منيح هيك؟ مبسوطة؟ طبعاً. جوزك ما حبك بالأول ليجي هلأ ويحبك فجأة وبدون سبب. هو بيحبني أكتر ما بتتصوري. ما في أشطر منك بالكذب، ولا عم تكذبي على حالك انتي؟ ما فيكي تسرقي الحب بين اي اتنين متزوجين، وهذا القانون يلي حاططيه لحالك ما بيتسمى حب، فهمتي؟ للاسف بس انتي عم بتكذبي على حالك.